مساء الخير إخواني الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء اللي راح يكون أسبوعيا مع هشام عبود، حيث نتناول فيه أحداث الأسبوع وتطورات ما يجري في الجزائر. أهلا بك سي هشام في هذا الجزء الذي نتحدث فيه عن دعم واشنطن المعلن للحراك الشعبي في الجزائر. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين، مشاهدي قناة مالك تي في وعبود تي في. أهلا بكم. كما ذكر ضيفنا الكريم أنه هذا البث راح يكون مشترك على قناة أنور مالك تي في وهشام عبود تي في. السؤال الأول، واش تقرأ ما جاء على لسان القائم بالأعمال للسفارة الأمريكية في الجزائر؟ ما قدروش نقرأه شيء آخر خلاف أنه هذا التصريح يعبر عن مكسب دولي بالنسبة للحراك، رغم التعتيم الإعلامي من طرف صحافة بودورو وقنوات العاق التلفزية الجزائرية، رغم هذا النظام يعني الحغرة ديالو دايروا ماهوش يسمعوا ما على بالوش، صوت الأحرار، صوت الجزائريين وصل إلى مسامع المجتمع الدولي، وخاصة إلى أكبر قوة عالمية اقتصاديا وعسكريا وهي الولايات المتحدة الأمريكية. قراءتي هو أنه هذا التأييد الأمريكي للحراك سيضرب له ألف حساب من طرف العصابة الحاكمة، هذا في حالة ما يعني خدموا شوية مخهم ويقولوا تيا كاين شيء جديد. أما إذا تجاهلوا هذا الدعم الأمريكي للحراك ستكون عواقبهم وخيمة، العصابة تكون عواقبها وخيمة وتندم على تماديها في احتقار الشعب. هشام، بعض الناس يقولوا بأنها مجرد ورقة إدارة بايدن تستعملها من أجل الضغط، يعني حابين يصوروا كأنه أمريكا راهي فارغة شغل، فجأة جات باش تضغط للنظام من أجل تحقيق مصالح قادر تحققها بأي أشياء أخرى. لكن السؤال المطروح، وعلاش هذا الوقت بالذات؟ يعني في هذه المرحلة الحراك عنده أكثر من عامين، وهذه المرحلة بالذات. لا، أولا السنة الأولى ما تقدرش تقول له عنده عامين، عام الأول كان الحراك حقق مكاسب، وبالتالي النظام اللي كان قائم ذاك الوقت نظام بوتفليقة ما قمعش، ما انتهكش حقوق الإنسان، ناس كنا نشوف البوليسية يخرجوا يتظاهروا مع الشعب، كنا نشوف البوليسية يرقصوا مع المتظاهرين، تذكروا هذه الصور، السياسيين يخرجوا يظهروا مع الشعب، دونك ما كانش انتهاكات، وبالتالي شيء ما كان يعرض الجزائر إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أو إلى القوى العظمى، الدول الأربعة العظمى، يعني ما كان حتى شيء يزيد الحق للحراك إلى كسب مكسب يعني كبير، هو سقوط بوتفليقة والمجموعة اللي كانت معاه، وبالتالي لأن الناس اللي يعتبروا بالقائد صالح هو اللي طيح بوتفليقة، لا راه غلطين، القائد صالح كان الحارس الأمين تاع بوتفليقة، ولكن لما عصف بهم الحراك عادوا ياكلوا في بعضهم، كيما ضفت ثانية كيبداو ياكلوا بعضهم، بداو ديجا ياكلوا في بعضهم، ويزيدوا يكملوا ياكلوا بعضهم، لأنه تعود فيها كل واحد قال اختار راسي وضرب، هذا هو المبدا تاع حميولي، اختار راسي وضرب. دونك ما كانش داعي لتدخل امريكي او يعني اتخاذ موقف، سيد كانوا ينتظروا اذا صح راح تكون فيها انتخابات رئاسيه، اذا صح راح تكون فيها نزاهات، في نهايه الامر تم خذ الجبل فولد فأرا، ونفس النظام نفس السيستم بقى يتواصل، وزيد مع عودة وجوه قديمة يعني وجوه إجرامية، نزار وتوفيق
شوف عودتهم كهما محركين لهذه الاصابه، لان الاصابه هذه ما عندهاش تجربه، ما عندهاش مستوى، ما عندهاش، وبالتالي التجأت الى وجوه قديمه ما هيش قادره تفيدها، ما تفيدها والو، راح غير تزيد تدخلها سمعتها. هذا ما كان هشام. هنا نقطة، يعني كي نتبعوا الأخبار تاع الجزائر نشوفوا في الفترة الأخيرة، يعني أنا ما اللي حاكمين البلاد ذركا رايحين مباشرة إلى الخيارات الأمنية، حتى في المجلس الأعلى للأمن اللي اجتمع أصدروا تهديدات يعني صريحة، أنها تهديدات وتهديدات أمنية صريحة. يعني هل تشوف فيها الآن هذه السلطة وهذه العصابة كيما تسميها، ونحن راح نلتزموا بنوع من الحيادية في الحوار، هل هي الآن يعني تستمر في خياراتها الأمنية، أم أنه هذا التحرك الأمريكي رايح يخليها تتراجع وتتخوف وما يمكنش تروح بعيد؟ قبل ما نجاوبك، يعني هذا السؤال وجيه، يعني هذا هو لب الموضوع. قبل ما نجاوبك، ملاحظتك حول الحيادية والتسمية تاع العصابة هذه، ماشي أنا اللي سميتها عصابة، أنا لما تكلمت على كلمة عصابة ذكرتها عصابة في فرونس 24، الناس ما التقفوهاش، ولكن القايد صالح اللي هو جزء من العصابة سمى جماعته عصابة، وما نقدرش نقولوا بلي تبون ما كانش في العصابة. كان ما صدرتش أحكام لها، حبيت فقط أن يكون محاور حيادي فقط يعني في هذا الجانب. أنا ألتزم بالتسمية الرسمية التي أطلقتها العصابة على نفسها. ولكن قايد صالح قال على العصابة على جماعة بوتفليقة، ما قالش عليها مثلا واحد يجي يقول لك هذا الكلام. هو ما قالش جماعة بوتفليقة، هو اللي كان الراعي الأساسي والحارس الأمين لبوتفليقة، إذا هو كان في العصابة. واللي راهم اليوم وين كانوا؟ كانوا معارضين بوتفليقة، كانوا اما وزارة عند بوتفليقة، اما كانوا يسيقوا البيروات للوزارة تاع بوتفليقة، وكانوا كلهم ازلام تاع بوتفليقة، ازلام العصابة. راني معاك، رايي الشخصي يا هشام راني معاك، لم يتغير شيء وعصابة جددت نفسها، راني معاك في هذا المنطلق. أيوة. فقط انا حبيت يعني نكون محامي الشيطان هنا، راح نكون معاك محامي الشيطان. فليكن لك ذلك. أرجع لقضية التهديدات اللي يطلقوهم المجلس الأعلى للأمن وكذا. الحل الأمني، شوف العصابة هذه من بكري ما تعرفش حل سياسي، لماذا؟ لأنه ما فيهاش سياسي، فيها عسكر، والعسكر ما يعرفوش سياسة، وبالتالي كل شيء يشوفوه أمني. في التسعينيات عوض حل المشكل سياسيا مشاو لجؤوا للسلاح ولجؤوا الى الحل الامني، وشفنا واش كلف الجزائر هذا الحل الامني. اليوم نفس الشيء عاود يطرح، لانه النظام ما تغيرش، مازالوا نظام عسكري، وهذا النظام العسكري اللي مشكل من جنرالات منسلخين عن الشعب ومنسلخين عن الجيش الوطني الشعبي، لا علاقة لهم بالجيش الوطني الشعبي، يحاولوا يتستر وراء الجيش ويقول لك شوفوا تقولوا الجيش الشعب خوا خوا، اللي مراكم تقولوا دولة مدنية ماشي عسكرية. قالوا من بكري في 2019 خرجوا 100 نغني على القايد صالح، في 2019 حطوا صور تاع القايد صالح على خدي كاريكاتير يضحكوا عليهم. دونك موضوع مدنية ماشي عسكرية ما يعنيش أننا ضد الجيش الوطني الشعبي، وإنما ضد حكم الجنرالات. فرق كبير ما بين الجيش والجنرالات، تحكم بدون حنكة، بدون معرفة سياسية. جنرالات يعرفوا إلا الحل الأمني، وشفنا أنه الاستماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن واش لا دائما يخرجوا باش تهديدات بالاتهامات الباطلة باختلاق أعداء، وكأنه الشعب هذا كله ما يعرفش سلاحه. هذا هو احتقار الشعب، إن الشعب هذا ما يعرفش سلاحه، يثنوا يجي يحركوه، يعني يحرك فيه رشاد من جناب، أو يحرك فيه
الارهاب او يحرك فيه الماكس. الماكس ده ما دخلش في راسه، راح في الحكايه هذه. قلت مانيش معني. الماكس يقول انا مانيش معني بما يحدث في الجزائر، هو ما يعنيه ما يحدث في منطقه القبائل، وما يعنيش الشيء اللي تقوم به منطقه القبائل ضد النظام الجزائري. وبالتالي انك تجيب تقول انفصاليين، شكونهم تسميهم لتكون لك الشجاعه تقول شكون هاد الانفصاليين؟ الناس يسمعوا الانفصاليين الماك، وزيد واش قادر يدير مع الماك. منذ نشأة الماك العصابة ضعيفة، ما قدرتش تدير ولا واحد من الماك في الحبس، ما نتمنى لهمش هذه أبدا، ولكن هذا يدل على ضعف العصابة أمام قوة الماك. لما الماك خرج 4000 متظاهر في تيزي وزو وفي بجاية، العصابة هبطت عينيها للأرض وتفلدت رحمة ما شافت والو. يعني حاب تقول 4000 من العالم في منطقة القبائل، حاب تقول باللي راه ما كيخرج 4000 انفصالي في منطقة القبائل، هذا يعني نعم تيزي وزو جاية انفصالي تيزي وزو 4000، ولا حزب قدر يخرج 4000 متظاهر ولكن ما خرجهمش على اساس النزعه الانفصاليه، خرجهم على اساس مطالب اخرى. لا، خرجهم على اساس الاحتفال بذكرى الربيع الامازيغي بسنة 80، وهذه الذكرى لا تعني ان منطقه القبائل ماشي جزائريه كما يقول فرحات مهني، يعني مش من حقه يقول هذا، كل واحد من حقه يخمم. حرية التعبير، حرية الرأي. لا، حرية الرأي لما تستهدف مبادئ ولا تستهدف تراب وطن واحد ما توليش حرية التعبير، هذه بتولي حاجة أخرى. شوف، أولا موضوع الفيدرالية ما يخوفش، موضوع الفيدرالية ما يخوفش. ما لناش احنا أحسن من ألمانيا ولا أحسن من إسبانيا ولا أحسن من سويسرا ولا أحسن من روسيا ولا أحسن الولايات المتحدة الأمريكية، كلها هذه فيدراليات. هذا من جهة. من جهة أخرى الموضوع الماك، نظن بلي أي جزائري عنده الحق يقول يا أخويا أنا يا راح ندير الجمهورية تاعي، ومن بعد خلي أسف القدر يحققها ولا لا، واجهه بالواقع، واجهه بالفكرة، الفكرة ضد الفكرة. وانا باش نرجع الموضوع، لا احسن نرجع الموضوع هذا، لازم لنا نخصصوا حوار واحد هذا الموضوع. ايه موضوع الاجتماع تاع مجلس الاعلى للامن، لما تكلم على انفصالي ما كانش عنده الشجاعه باش يذكر الماك، ولا عنده الشجاعه باش يدير اي حاجه ضد الماك. ونزيد نذكرك باللي الى يومنا هذا فرحات مهني، سمعت ولا نهنيه على هذه، لانه راهو مخوفهم. فرحات مهني ما حكموش عليه ولو بحكم واحد بتهمه المساس بالوحده الترابيه، بينما انا في 2013 ما كان حتى شيء يدل على اني مسيت بالوحده الترابيه، حطوا لي تهمه المساس بالوحده الترابيه. علاه خايفين منه فرحات مهني هكذا في نظرك؟ يخافوا منه. نعم يخافوا. علاه؟ اسمع، عنده حتى شيء؟ معناها كاين جهه خارجيه معاه خايفين منها؟ لا، ما عنده حتى جهه خارجيه. لو عنده جهه خارجيه راه اذا خايفين من منطقه القبائل. ولكن فرحات مهني علاش يخاف منه؟ اللي يخافوا من المنطقه، لانه المنطقه هذه قادره تركح. المنطقه هذه لما قاطعت الانتخابات الرئاسيه أعطتهم كف تاريخي، عمر مصر، ورام جاي للانتخابات الشريعية وسيأخذون كف ثاني، وهنا راح يكون المشكل مطروح. هل منطقة القبائل تبقى بدون ممثلين برلمانيين؟ وهل تبقى بدون رئيس جمهورية؟ لكنهم نشروا الوثائق، هشام نشروا الوثائق، عدة قوائم تقدموا منها في تيزي وز وبجاية، نشروا الوثائق، كاين اللي يقدموا ترشيحات وكذا وكذا في منطقة القبائل، كاين. الو تعرف هي يقول لك في الجزائر كامل يسحبوا 7 ملايين تاع ترشحات، يعني ثلث النص او ربع تاع الكتله الناخبه. وهذا شوفوا ذكر مليح، 7 ملايين مترشحه ما تصيبش 3000 المنتخب، هذا اللي يسحبوا ما همش راحين ينتخبوا، لانه اولا ما همش قادرين يديروا قوائم، ثانيا سابو قال هاك برك دير عندي قوائم تروح ترشح،
وما يكونش داير لا في منطقة القبائل ولا في باقي الوطن. هذا موضوع ثاني راه مهم لازمنا نخصصوا له جلسة. أنا حبيت نقول لك، هل تتراجع الآن السلطة أو العصابة على خيارها الأمني أم لا خوفا من أمريكا؟ جيبها لي من الأخر. طبعا تتراجع، طبعا قالوا جاك سيدك يا سيدي، سمعت قالوا جاك سيدك يا سيدي. إيه انتوا علاش نهار الجمعة قاوموا مسكجين؟ قاوموا مسكجين نهار الجمعة، ما قدروا حجروا الناس في بيتنا وفي مدن أخرى. سمعت وقت فلاش بعد تلقوهم في العاصمة باش حكموا زوج ولاد عاد تلقوهم. ما شفناش هذاك الضرب وقمعوا، كانوا معولين يضربوا، كانوا معولين يقمعوا، كانوا معولين يجيبوا البطاجية ديالهم، ولكن غلقوا فمهم، لا ردوا على القائم بالأعمال، لأنه من المفروض ترد على القائم بالأعمال قال له أرواح السيد وشنو هذه واشنطن يدعم العراق وإحنا وش نكونوا كشرفان ولو غلق فمهم وطفوا الضوء. تخيل المغرب قال راني ندعم الحراك في الجزائر، تخيل. نعم لو كان قال واحد طرف من المغرب راني ندعم الحراك في الجزائر راه مقلبوا الدنيا، راه تقلبت الدنيا. لا المغرب ولا تونس ولا حتى دولة ما عندها الشجاعة تقول ندعموا الحراك، وداير في المغرب ما يدعمش الحراك، وتونس ما تدعمش الحراك. المفروض تونس هي الأولى اللي تدعم، من المفروض تونس هي الأولى اللي تدعم. تونس راهي منبطحة على كرشها على زوج دور وما مدوها لهمش، على زوج دور طامعين فيها من النظام ما مدوها لهمش. المغرب هذه نقطة مهمة هنا فقط، اسمح لي هنيك. بالرغم أن الجزائر ظلت تبتز في المغرب، ظلت تبتز في المغرب، ولكن المغرب دائما ملتزم بسياسة هنيني هنيك. لماذا؟ والله مانيش فاهم، مانيش فاهم. شوف ضربهم في القرقارات، يحرش عليهم في قولي ضربوا القرقارات وما داروا، يقول لك حنا باش ما نفتحش في الفخة لا، ولكن على الأقل دبلوماسيا قولوا ندعموا الشعب الجزائري كما قالها الأمريكان، قولوا على الأقل بالكلمة. والو ريادته هما المغاربة، المزارعين المغاربة اللي تضربوا تحاوزوا من أراضيهم في العرجة جوافيكي مانبا، يعني السلطات المغربية راسلت السلطات الجزائرية وقال يا ولدي بحكم الأخوة بحكم الدماء لإسقاط أراضي، الدماء الجزائرية المغربية إسقاط الأراضي يعني بحكم حسن الجوار، وزيد يعني ما كانش حدود في هذه المنطقة، هذه حدود مفتعلة، ما كانش ما تصلوش خلاص بالسلطات الجزائرية، ما كان حتى اتصال. هذا يعني يقول لك الوقت المخصص لهذا الموضوع قريب ينتهي. سؤال فقط من الأخير، البعض راهم دفعوا الذباب الإلكتروني نتاعهم عبر مواقع التواصل وحتى الصحافة اللي تسميها دائما تطلق عليها صحافة بودورو لتخوين الحراك على أساس أنه مدعوم من طرف قوى خارجية. كيف يعني تعلق على هذا الأمر؟ على هذا قولهم شيش شيش يقولوا لأسيادهم عصابة يردوا على أمريكا، ولا يقولوا راهو الآن الإمبريالية الأمريكية تدعم الحراك، ولا يقولوا راهم هذا الحراك هذا يعني الشعب الجزائري كامل عميل، ولا الشعب الجزائري كامل عميل لأمريكا. الشعب الجزائري ما حكتوش أمريكا، أمريكا لما شافت الشعب هذا منذ شهرين لما عاود رجع الحراك ما تقدرش تبقى مكتوب في الأيدي، تقدرش تبقى مكتوب في الأيدي. أمريكا القائم الأمر قالت احنا الروج الديمقراطية، الروج إلى أن الشعوب تمارس الحرية والديمقراطية وتكون عندها انتخابات نسية. الجزائر ما عندها لا انتخابات نسية لا ديمقراطية لا حرية تعبير لا حرية صحافة، والأمريكا ماشي بالكلام بالفعل ديرهم، وبالتالي ما تقدرش تقعد ساكتة، تقدر تقول باللي الحراك حركاته أمريكا، روح احتج على أمريكا، شيش دير ربع رجلة واحتج على أمريكا، ما تقدرش تحتج على أمريكا، أمريكا تضربهم مش الزوروس. فوالا هذا ضرب تقدر ماشي بالسلاح هذانا سيرهم تحكم زيرهم تزدر مع فاسيا كداش تبلوكي لهم الاموال تاعهم اللي برا. الاول حاجه تبلوكي لهم اموال، جمد لهم الاموال كما دارتها الايران كما دارتها عند ليبيا واحد الوقت، جمد لهم الاموال تاعهم يموتوا
خلاص تقدر تلاحقهم حتى بعقوبات، تقدر تمنعهم من السفر، تدير لهم الجو واحد ديجا الشعب راهو جيعان، الزيت ما كانش، المقارون ما كانش، كروبات شحال كروبات؟ 500,000 نص مليون، عمرها ما صارت هذه في التاريخ. يعني نص شهريه سير كروبات وتبقى بعد صفر. هشام السؤال الاخر اللي نختموا به الله يخليك، كيف يستغل او كيف يجب ان يستغل الحراك، يستغل هذا الدعم الامريكي في لقضيته وثورته السلميه، كيفاش لازم يستغل الحراك؟ هو الان على الحراك ان يعني وطالبوا بها بزاف الشعب الجزائري، لأن الحراك هذا من صنع الشعب الملاعب تاع كره القدم، من صنع الشباب تاع الاحياء، من صنع الشباب تاع القرى والمدارس، ما هو صنع النخبه. اليوم النخبه عليها ان ترافق الحراك، وهي اللي تعرف كيفاش تخلي الحراك يستفيد من هذا الدعم. كيف ذلك؟ هو انها الان وين ما يتحرك هذا النظام هذا يضربوا برابور عند سيادته، قال هو الصرا يضربوا مثلا توجه رسائل الى الولايات المتحده، الى رؤساء الدول الكبرى، توجه رسائل الى المنظمات الدوليه من طرف النخبه، ناس يمثلوا الحراك على الاقل لهذه المرحله الانتقاليه، لان احنا مقدمين على مرحله انتقاليه. ما نقدرش نخلوا الشارع هكذا، شارع سايب وحده، رغم الناس الشباب يا من تحت رغم يقول لك يا نخبه وين راكم، ولا عاد يلوم ولا يلوموا على النخبه. والنخبه انا سمعت الاخ قبيل بومالا قال النخبه هي ماهيش غير مثقفين، النخبه هي الناس اللي راهي وجوه في الحرب. وانا موافق في الطرح هذا، وحكي ابراهيم الاعلام تاع برج بوريديش يعتبر من النخبه، وحكي امام محمد التجديد يعتبر من النخبه، وحكي ملك الرياح يعتبر من النخبه. هذه لان النخبه مش شهاده جامعيه، النخبه هو الوعي السياسي، هو حامل الافكار، هو قادر من الاخر من حماس ومن قوه الى هذا العراق. كان ناس تسلك تخلص عليه الحبس، وكان ناس راهي تحت رقابه قضائيه، وكان ناس مطالبين. نعم هذه هي هشام اللي ما تشكل باش تتكلم باسم الحراك ودافع الحراك. هشام نشكرك، على بالي باللي المواضيع راهي عميقه وكان نقعدوا ما عادش راح يتم الحوار، نكمل هذا الحوار في الجزء القادم، نلقاكم ان شاء الله في الجزء القادم، الى اللقاء.